Hello everybody, this is عبد القادر فتح الله. النهارده حلقه خاصه يا شباب مع سؤال الكومبريهنشن. هنتدرب ونعرف ازاي نحل سؤال الكومبريهنشن. وبالمناسبه كلمه كومبريهنشن معناها قطعه فهم او استيعاب، لازم تفهم وتستوعب ما يكتبه الكاتب، سواء كان الاسلوب قصصي او روائي، سواء كان الكاتب بيسرد احداث او حقائق او بيوصف مكان. وبالتالي قطعه الفهم والاستيعاب علشان تحلها كويس لازم تفهم معنى الحرفي للكلمات والمعنى السياقي للجمل، وتفهم الفكرة الرئيسية والفكرة العامة اللي بيدور حواليها الموضوع. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا انماط اسئلة جديدة، منها سؤال الانفرنس، سواء كان بيعطيك ضمير علشان تقول الاسم او يعطيك كلمة ويطلب معناها او عكسها. وايضا هناك سؤال the purpose of the writer، اللي هو الغرض والهدف من كتابة القصة او الفقرة او القطعة. وعندنا برضو احيانا يعطيك ثلاث جمل خطأ وفي جملة صحيحة ويطلب منك التعرف على الجملة الصحيحة، والعكس ممكن يعطيك ثلاث جمل صحيحة وجملة خطأ علشان تتعرف على الجملة الخطأ. وبالتالي شباب عندنا أنماط كتير جديدة، لازم علشان تحل الأنماط ديت لازم تركز وتقرأ ما بين السطور وتركز وتقرأ القطعة أكتر من مرة. وإن شاء الله إحنا النهاردة مجهزين لكم ثلاث قطع استيعاب، الثلاث قطع إن شاء الله في مستوى الطالب المتوسط، هنحلهم مع بعض ونعرف إزاي نتدرب على أنماط الأسئلة الجديدة. Stay tuned. Welcome back. هنبدأ مع بعض الشرح دلوقتي يا شباب، وهنتعامل مع النموذج الأول للقطعة. وزي ما قلنا يا شباب ممكن القطعة تكون على هيئة قصة، أو يكون الكاتب بيسرد حقائق أو أفكار، وممكن يكون بيوصف مكان أو يوصف شخص أو يوصف حدث معين. وبالتالي القطعة إن شاء الله علشان تحلها كويس لازم تركز وتقرأ ما بين السطور، على الأقل تقرأ القطعة مرتين يا شباب. خلينا نتابع مع بعض الحل. Grade 8 comprehension exercises. Comprehension number 1. Read the following passage to answer the questions. هبدأ أقرأ يا شباب فقرة فقرة، وبعد لما أخلص قراءة الفقرة الأولى هتقرأها، وهكذا مع الفقرة الثانية والثالثة والرابعة. هبدأ أقرأ في الأول وبعد كده تقرأ أنت، ولو حسيت إن الوقت مش مكفيك حاول توقف الفيديو وتقرأ براحتك، وبعد كده نواصل مع بعض في القراءة والحل. So let's get started. A grizzly bear hunts for fish in the river. A black rhinoceros runs across the plains of Africa. These animals share the earth with us. They fascinate us with their beauty and we love learning about their habits. But just loving them is not enough. These animals are endangered. Many of them are dying, and without special care, they may someday disappear from earth. الآن تابع القراءة. Africa was once filled with plenty of wild animals, but not anymore. One of these animals, the black rhinoceros, is powerful and can be dangerous. However, its strength can't always help it to escape hunters. Many hunters killed rhinos for their valuable horns. This has caused the black rhino to be placed on the endangered species list. The elephant is also endangered and is killed for its ivory tusks. تابع قراءة الفقرة الثانية. Unfortunately, it's the people who cause many of the problems that animals face. We change and pollute their habitats. We hunt them for skins, tusks, furs, and horns. We destroy animals that get in the way of farming or building. And we remove them from their natural habitats and take them home as pets. تابع قراءة الفقرة الثالثة. What can you do to help endangered animals? Make an effort to support zoos and wildlife groups. You can also be a smart shopper and never buy a pet that has been raised in the wilderness. If we allow even one species on Earth to die out, it affects other living things and it changes our world. تابع قراءة الفقرة الأخيرة. سو يا شباب، بعد ما تابعنا القراءة طبعا الموضوع بيتكلم عن الحيوانات المعرضة للانقراض، وزي ما احنا شايفين grizzly bear rhinoceros. سو الحيوانات دي يا شباب معرضة للانقراض زي ما احنا شايفين.
وعندنا لو لاحظنا في الفقرة الثانية الفعل escape، طبعا من خلال السياق مش المعنى الفردي للفعل، ما تعتمدش في معرفة معنى الفعل على المعنى الكلمة بس، حاول تقرأ الجملة اللي قبلها والجملة اللي بعدها علشان تعرف الفعل وتخمن الفعل من سياق الجملة كله. So الفقرة الثالثة يا شباب، لو نلاحظ كده في السطر الثاني الضمير them، we hunt them for skins, tusks, furs and horns. احنا بنتكلم عن ايه يا شباب؟ لاحظ وحاول زي ما قلنا برضو علشان تعرف الضمير من خلال الفقرة ومن خلال السياق، تحاول تقرأ الفقرة الثالثة كلها علشان ما تتلخبطش. بالمناسبة الضمير ديم جمع يا شباب، ومحتاجين علشان نعرفه لازم نقرأ الجملة اللي قبله أو الجملتين اللي قبله. So دلوقتي كده يا شباب احنا عرفنا الفقرة وقرناها كويس، وطبعا لو حبيت تقرأ أو مزيد من القراءة توقف الفيديو، تقرأ الفيديو براحتك، تقرأ الفقرة براحتك أكثر من مرة حتى تتمكن من المعلومات ومعرفة أفكار الجمل. So let's move on. Choose the correct answer from A, B, C and D. طبعا 12 درجة يا شباب بست جمل، كل جملة عليها درجتين. Number one, which of the following would be the best title of the passage؟ أي من هذه الجمل يعتبر أفضل عنوان للقطعة؟ وده سؤال مشهور جدا يا شباب وبيجي دايما في الامتحانات. The best title، the best title معناها أفضل عنوان. تعالوا كده نشوف مع بعض. Land pollution, endangered species, fascinating animals, natural habitats of animals. طبعا انت لما تشوف الفكرة المسيطرة واكتر حاجة مسيطرة على الفقرة كلها يا شباب هي ايه؟ هل هي land pollution, endangered species, ولا fascinating animals, ولا natural habitats of animals؟ مركز معايا. طبعا انت لو لاحظت هتلاقي اكثر فكرة مسيطرة وينفع عنوان معانا هو الإجابة نمبر، ها فكرتوا؟ يلا نحل مع بعض. الإجابة نمبر B endangered species. Endangered species. So number two, the underlined word escape in the second paragraph means، زي ما شفنا مع بعض بالفقرة الثانية يا شباب قلنا الفعل escape من خلال السياق الفعل escape معناه يهرب يا شباب. اللي فكر معايا في الحل ويعرف معنى الفعل يحاول يقول. طبعا احنا قلنا بنعتمد على الحل من خلال فهم السياق بتاع الفقرة كله أو الجملة كلها. طبعا الفعل escape زي ما قلنا بمعنى يهرب، يبقى الإجابة المناسبة هنا أكتر حاجة إيه يا شباب؟ هي number A run away. Run away بتساوي escape معناها يهرب. Number 3 the underlined word them in the third paragraph refers to، الضمير them في الفقرة الثالثة يا شباب زي ما قرينا مع بعض في الفقرة، الضمير them بيعود على كلمة جمع وهي كلمة إيه يا شباب؟ طبعا إحنا كلنا عرفنا الإجابة، خلينا نقولها مع بعض. الإجابة number B animals. Okay. Number 4 hunters kill elephants for their، الصيادون يقتلون الفيلة من أجل إيه؟ fur, skin, horns, tusks. طبعا الإجابة واضحة إن الفيل دايما الشيء اللي هما الصيادين بيحتاجوه دايما هو إيه يا شباب؟ tusks. tusks اللي هي أسنان الفيل، أسنان العاج، الصيادين بيحتاجوها علشان بيستخدموها في الصناعة. So let's move on to number 5. According to the passage, which of the following statements is not true؟ يعني يا شباب طبقا للقطعة أي من هذه الجمل غير صحيح؟ معناها إن إحنا عندنا ثلاث جمل صحيحة وجملة واحدة خطأ. إحنا بنبحث دلوقتي عن الجملة الخطأ في الأربع جمل. So let's read. Earth is for everybody, animals and humans alike. Taking animals as pets makes them endangered. Many of the problems that animals face are caused by people. The loss of any type of animals doesn't affect other animals. So لما تفكر معايا كده في الإجابة، أنا عاوز جملة هنا شباب غلط، ثلاثة صح وجملة غلط. طبعا الجمل زي ما انتم شايفين واضحة، وتعالوا كده مع بعض ندي hints. Earth is everybody, animals and humans alike. يعني الأرض للكل. Taking animals as pets makes them endangered. إنك تاخد الحيوانات وتربيها في البيت كحيوانات مدللة makes them endangered، يعرضها للإنقراض أو يعرضها للخطر. Many of the problems that animals face are caused by people. الكثير من المشاكل التي تحدث للحيوانات سببها البشر. The loss of any type of animals doesn't affect other animals. فقدان أي نوع من الحيوانات لا يؤثر على الآخرين. طبعا مبين معنا أن الإجابة الغلط هي number D. The loss of any type of animals doesn't affect other animals. So يعني فقدان حيوان ما بيأثرش على غيره. طبعا لا، ده بيخل التوازن بتاع البيئة. Number 6
What's the author's purpose in writing this text? ما هو غرض وهدف الكاتب لما كتب السطور؟ To persuade people to hunt animals, to list different types of fascinating animals, to explain why some animals are disappearing from Earth, to give information about different ways of farming and building. طبعا الإجابة واضحة. غرض الكاتب لما كتب القطعة والفقرة عاوز إيه يا شباب؟ To persuade people to hunt animals، يقنعنا إن إحنا نصطاد الحيوانات. To list different types of fascinating animals، عشان يعطينا أنواع مختلفة من الحيوانات الرائعة. To explain why some animals are disappearing from Earth، يقولنا ليه والأسباب اللي خلت الحيوانات تختفي من على الأرض. To give information about different ways of farming and building، عشان يعطينا معلومات عن الزراعة والبناء. No، طبعا الإجابة الواضحة هنا يا شباب وهي number C. To explain why some animals are disappearing from Earth، يعني يقول لنا أسباب بعض الحيوانات بتنقرض، بعض الحيوانات بتختفي من على الأرض. طبعا الإجابة نمبر C هي الإجابة المنطقية. So let's move on، هننتقل دلوقتي إلى الأسئلة المقالية يا شباب. Answer the following questions. طبعا عندنا سؤالين، كل سؤال عليه درجتين، الإجمالي 4 درجات. Why is Africa losing its wild animals؟ ليه أفريقيا بتفقد حيواناتها المفترسة المتوحشة، الحيوانات البرية؟ مركز، احنا طبعا من خلال السياق وفهمك للفكرة الرئيسية تقدر تجاوب على السؤال ده حتى من غير ما ترجع للقطعة، تمام؟ So why is Africa losing its wild animals؟ تعالوا كده مع بعض اللي فكر معانا وحل، تعالوا نشوف الإجابة. Many hunters kill them for their valuable horns, fur and tusks، لأن الصيادين بيقتلوهم. يبقى السبب لأن الصيادين بيقتلوهم. So number 8، According to the passage, what can we do to help endangered species؟ يعني طبقا للقطعة، ماذا يجب أن نفعل لكي نساعد الحيوانات الإيه؟ المنقرضة والسلالات المنقرضة أو المعرضة للخطر؟ طبعا الإجابة واضحة برضو. تعالوا كده مع بعض نقول بعض الأفكار اللي ذكرت في القطعة. Make an effort to support zoos and wildlife groups. You can also be a smart shopper and never buy a pet that has been raised in the wilderness. يعني اعمل مجهود، ابذل مجهود لكي تدعم مجموعات الوايلد لايف اند زوز اللي هي بترعى الحيوانات وخاصة الحيوانات المعرضة للانقراض. You can also be a smart shopper، وانت بتشتري تكون ذكي، ما تشتريش اي pet that has been raised in the wilderness، كان اساسه مربى في البرية. So بكده تكون انت بتدعم مجموعة العناية بالحيوانات والحفاظ على الحيوانات. So زي ما احنا كده شايفين يا شباب الفقرة مهمة جدا، واللسن او المورال الدرس اللي احنا طلعنا منه ان احنا نهتم to shed light on، ان احنا نركز ونسلط الضوء على الحيوانات المعرضة للانقراض، وهو ده المورال واللسن اللي المفروض كلنا نفهمه من هذه القطعة. So let's move on to number 2. Comprehension number 2. Read the following passage to answer the questions. زي ما تعودنا شباب هتابع أنا القراءة في الأول، وبعد كده بعد الفقرة الأولى هطلب منك إنك تقرأ، وهكذا مع الفقرة الثانية والثالثة، وبعد كده لما نخلص هنتابع مع بعض في حل الأسئلة. So let's get started. Have you ever wondered what keeps a hot air balloon flying? It's when hot air rises and cold air falls. In order to understand more about how this works in hot air balloons, it helps to know more about hot air balloons themselves. تابع معايا قراءة الفقرة الأولى. A hot air balloon has three major parts: the basket, the burner, and the envelope. The basket is where passengers ride. The burner is positioned above the passengers' heads and produces a huge flame to heat the air inside the envelope. The envelope is the colorful fabric balloon that holds the hot air. When the air inside the envelope is heated, the balloon rises. The pilot can control the up and down movements of the hot air balloon by regulating the heat in the envelope. When the pilot is ready to land, the air in the balloon is allowed to cool and the balloon becomes heavier than the air. This makes the balloon descend. تابع معايا في قراءة الفقرة الثانية.
Before the balloon is launched, the pilot knows which way the wind is blowing. But sometimes, the pilots can actually control the direction of the balloon while in flight. This is because the air above the ground is sectioned into layers in which the direction of the wind may be different. A hot air balloon can't be fully controlled, but the pilot can fly higher or lower into a different layer of air. Some days, the difference between the direction of the wind is so strong that it can actually push the balloon in a completely different direction. So, تابع معايا الفقرة الأخيرة. That's it. زي ما تابعت وقرأت إن شاء الله تكون حاولت تفهم معنى الفقرة الأولى والثانية والثالثة وإن شاء الله المعنى تكون واضحة كلها. تعالوا كده مع بعض نشوف. طبعا احنا فاهمين ان الموضوع كله بيتكلم عن ايه؟ عن hot air balloon اللي هو المنطاد اللي بيعمل بالهواء الساخن بآلية الهواء الساخن زي ما احنا عارفين. So كلنا عارفين المنطاد وعارفين قصة المنطاد ازاي بيطير وازاي بيعمل. الفكرة كلها بتدور حوالين المنطاد. تعالوا كده مع بعض في الفقرة الثانية اخر كلمة واخر فعل معانا. This makes the balloon descend. طبعا الفعل descend يا شباب من خلال المعنى السياقي للفقرة كلها بتفهم قصة الفعل descend وبتحاول انك تعمل جسن وتخمن للفعل descend. طبعا انا ما ينفعش ان انا اقول معنى الفعل وإلا السؤال مش هيكون ليه لازمة. تمام؟ الفقرة الثالثة والأخيرة يا شباب لما نشوف مع بعض الضمير which في السطر الثالث above the ground is sectioned into layers in which the direction of the wind may be different. لما تلاحظ كلمة which بتعود على كلمة قبلها يا شباب في الجملة اللي قبلها حاول تقرأ وتحاول تفهم وتخمن معنى الاسم اللي بيعود عليه الضمير which في الجملة قبله. طبعا الكلمة سهلة ان شاء الله. كده شباب احنا كده حاولنا نوضح معنى الفعل descend وساعدك في الضمير which زي ما تابعنا يا شباب وقلنا حاول تقرأ الفقرة مرة واثنين قبل ما تنتقل معي لحل باقي الاسئلة. Let's move on. Choose the correct answer from A, B, C and D. قلنا 6 في 2 ب 12 درجة شباب كل نقطة عليها درجتين. Number 1. What is the best title of this passage? What's the best title of this passage? أفضل عنوان للقطعة كلها يا شباب. Hot air balloon, wind direction, balloon making, colorful balloons. يا ترى احنا بنتكلم أكتر حاجة، أكتر فكرة مسيطرة لما نحب نختار عنوان عن الفكرة الرئيسية للقطعة كلها. هنختار إيه يا شباب؟ طبعا الإجابة واضحة وسهلة برضو. هنحاول نحن نجاوبها يلا. Number A. Hot air balloon. Hot air balloons. احنا بنتكلم عن المنطاد اللي هو بيعمل بالهواء الساخن، نظرية الهواء الساخن للمنطاد. Hot air balloons. So, number two, what does the underlined word descend in the second paragraph mean? طبعا الفعل descend يا شباب في الفقرة الثانية اللي عرفوا خمن معايا، يعني إن شاء الله يكون تخمينك صح. الفعل descend معناه يا شباب معناه ينزل، يبقى الفعل المناسب هنا يا شباب number D. Move down. So, number three, the underlined word which in the third paragraph refers it to. الضمير which يا شباب قلنا بيعود على كلمة إيه ما قبله. لو أنت ركزت معايا هتفهم. كلمة which بتعود على كلمة layers اللي هي بمعنى طبقات. Layers in which. الطبقات التي بها. يبقى كلمة which يا شباب بتعود على كلمة layers اللي هي بمعنى طبقات. Okay. So number four. What's the best position of the burner in the air balloon? طيب مكان المشعل اللي موجود في المنطاد. تمام؟ مكانه بيكون فين طبقا للقطع يا شباب؟ Above the passenger's head, under the basket, over the fabric, around the envelope. طبعا الإجابة واضحة وسهلة. لو مركز معايا الإجابة direct صريحة ومباشرة الإجابة سهلة. يا ترى هي إيه يا شباب؟ الإجابة number A. Above the passenger's heads. Above the passenger's heads. فوق رأس المسافر اللي هم بيركبوا وبيمططوا المنطاد. So, number five. According to the passage, balloon pilots, اللي هو الطيار, control the balloon by, بيتحكم في المنطاد. عن طريق ايه يا شباب؟ مركز معايا. Adjusting the amount of air, moving into a different layer of air, regulating the air temperature inside the balloon, changing the amount of weight contained in the basket. مركز معايا. طبعا الإجابة سهلة. الطيار اللي هو بيتحكم في المنطاد. So الإجابة كده يا شباب لما نحب نقول اللي عرف يا شباب وركز يحاول يجاوب معانا كده يلا. الإجابة number C.
regulating their temperature inside the balloon. اللي هو يا شباب بينظم حرارة الهواء داخل البالون. لما الحرارة بترتفع أو يحب يصعد بيسخن، ولما يحب ينزل بيخفف من الإيه؟ من الحرارة، فالمنطاد يثقل أو يتقل فيبدأ ينزل. So let's move on to number six. What's the writer's purpose of writing this passage? الغرض والهدف من القطعة أو للكاتب. To tell about the layers of the wind. To understand how the hot air balloon works. To differentiate between hot and cool air. To show the ways of making a balloon. الإجابة سهلة. الغرض يا شباب عند الكاتب والهدف من كتابة المقالة أو الفقرة. الإجابة واضحة سهلة جدا. تعالوا نجاوب مع بعض. الإجابة number B. To understand how the hot air balloon works. عشان يقول لنا كيفية عمل المنطاد اللي بيعمل بالهواء الساخن. So كده يا شباب احنا خلصنا الفقرة الأولى من الأسئلة. عندنا أسئلة المقالية، خلينا ننتقل كده ونشوف مع بعض الأسئلة. Answer the following questions. سؤالين يا شباب، كل سؤال عليه درجتين. Number 7. How does the pilot change the direction of the balloon during the flight؟ يعني كيف يستطيع الطيار إن هو يغير حركة البالون المنطاد أثناء الرحلة؟ طبعا احنا عندنا آلية يا شباب لتغيير الحركة والاتجاه في المنطاد، ولو انتوا قرأتوه وعرفتوا الإجابة حاولوا تجاوبوا معنا كده بقى يا شباب. يلا نشوف الإجابة مع بعض كده. The pilot knows which way the wind is blowing. أول معلومة إن الطيار عارف كيف وأين ومن أي مكان بتبدأ الرياح، في أي اتجاه حركة الرياح. الفقرة أو الفكرة الثانية The air above the ground is sectioned into layers. إن الهواء فوق الأرض مقسم إلى طبقات. طيب النقطة الثانية تؤدي للنقطة الثالثة وهي إيه؟ The pilot can fly higher or lower into a different layer of air. يعني الطيار بقى يبدأ يختار بين الطبقة العليا للهواء أو الطبقة السفلى للهواء وأيهما مناسب أكثر لسير الرحلة. يبقى إحنا كده شباب ممكن تكتفي بالنقطة الثالثة. Number 8. What might the strong difference between the wind direction cause? يعني في اختلاف كبير بين حركة الرياح ممكن تسبب إيه؟ الاختلاف ده ممكن يحدث إيه يا شباب؟ تعالوا كده نشوف الإجابة يا شباب للي جاوب. It can actually push the balloon in a completely different direction. يعني ممكن يا شباب يؤدي إلى اتجاه مختلف تماما بسبب حركة الرياح، لأن طبعا ده هواء ممكن في أي وقت يتغير اتجاه الهواء فيتغير اتجاه البالون. So كده يا شباب خلصنا الفقرة الثانية، خلينا ننتقل مع بعض للفقرة الثالثة والأخيرة معانا النهاردة. Comprehension number 3. Answer the following passage to answer the questions. هنبدأ يا شباب ونتابع مع بعض فقرة فقرة. أنا هقرأ وبعد كده تقرأ أنت، ولو حبيت توقف الفيديو تقرأ براحتك، تقرأ أكثر من مرة مفيش مشاكل، حاول تتابع معايا بعد كده علشان نحل سوا. Let's get started. Many people don't know that chocolate was first discovered almost 4,000 years ago. It was made from the beans of cocoa trees for several centuries in pre-modern Latin America. Cocoa beans were used as money. تابع معايا في قراءة الفقرة الأولى. Since the time of its discovery, the Spanish have been obsessed with the chocolate. At first, Spanish explorers didn't like the taste of chocolate. So some tried mixing it with sugar or honey. This made the drink sweet. By the late 1500s, chocolate drinks were only popular with the Spanish kings and queens. They were very expensive and a symbol of wealth and power until 1800s. تابع معايا في قراءة الفقرة الثانية. People who really love chocolate are called chocoholics. The first chocoholics didn't eat chocolate. Instead, they drank it. Early chocolate drinks were not sweetened like hot chocolate or chocolate milk. تابع في قراءة الفقرة الثالثة. Most chocolate eaten today is milk chocolate, which has milk powder, but people also eat white chocolate and dark chocolate. Dark chocolate is not sweet. It has cocoa solids and cocoa butter.
Both cocoa and dark chocolate are good for the brain, and they help prevent heart diseases. Several studies have shown that even a small amount of dark chocolate can lower your blood pressure, reduce stress, and stop some diseases. تابع معايا في قراءة الفقرة الثالثة. Chocolate is toxic to some animals and may kill them. Some chemicals in chocolate are poisonous to dogs, cats, and parrots. Therefore, they should never be given chocolate. تابع معايا في قراءة الفقرة الأخيرة. So, زي ما احنا شايفين يا شباب، عندنا إجمالي الفقرات أربع فقرات. لو نركز مع بعض الموضوع زي ما انت فاهم بيتكلم عن ايه يا شباب؟ بيتكلم عن الشوكليت، طبعا الشوكليت اللي هي الشوكولاتة، تمام؟ معاه في الفقرة الثالثة لو تلاحظ معاه في السطر الثالث الضمير they، نقرأ كده من أول الجملة: Both cocoa and dark chocolate are good for the brain and they help prevent heart diseases. لما تركز معايا كلمة they أو الضمير they بيعود على كلمة قبله، نركز لأن الإجابة سهلة وبسيطة إن كانت الإجابة موجودة في السطر اللي قبل they. اوكي، الفقره الاخيره يا شباب معانا كلمه toxic او الصفه toxic. Chocolate is toxic to some animals. اوكي، لو تلاحظ تحاول تخمن كده من خلال السياق كله: Chocolate is toxic to some animals and may kill them. May kill them، طبعا الاجابه واضحه هنا يا شباب، اكيد toxic حاجه. طبعا كلنا هنخمن صح ان شاء الله وهنجاوب صح. So اللي قرأ القطعه يا شباب والاربع فقرات معانا، اوكي، يتابع معانا في حال الأسئلة، اللي طبعا الوقت ما كفاش يحاول يوقف الفيديو ويقرأ وبعد كده يتابع معانا. Let's move on. Choose the correct answer from A, B, C, and D. 12 درجة يا شباب. Number one. What's the main idea of the third paragraph? مركز معايا الفقرة الثالثة. لو حبيت ترجع وتقرأ الفقرة الثالثة تاني، أوكي. تعالوا كده مع بعض نشوف الإجابات. Early chocolate drinks were sweet. All types of chocolate were eaten by chocoholics. Chocoholics are the people who discovered the chocolate. Unsweet chocolate was drunk by the first chocoholics. So, طبعا الفكرة الرئيسية للفقرة الثالثة بس، زي ما احنا متفقين يا شباب، ممكن يقول لك الفكرة الرئيسية للموضوع كله، وممكن يقول لك الفقرة الرئيسية للفقرة الثالثة بس. طيب احنا دلوقتي عاوزين نجاوب يا شباب، الإجابة كده إن شاء الله تكون وضحت للي قرأ. تعالوا كده نشوف الإجابة. Unsweet chocolate was drunk by the first chocoholics. تمام، الشوكولاتة غير المحلاة كانت تشرب بواسطة اللي هم مدمني الشوكولا الأوليين. تمام، so number two, the underlined word toxic in the fifth paragraph means. طبعا لما تركز معايا كلمة toxic أو صفة toxic زي ما قرناها كده مع بعض من خلال السياق، يا ترى هي معناها tasty, popular, dangerous, annoying. طبعا من خلال الجملة قلت they may kill them. May kill them، ممكن تقتلهم، يبقى المعنى سلبي يا شباب، يبقى الإجابة واضحة جدا وهي كلمة إيه؟ dangerous. Okay, number three. The underlined word they in the fourth paragraph refers to. الضمير ده يا شباب في الفقرة الرابعة بيشير إلى إيه؟ Milk chocolate and milk powder, white chocolate and dark chocolate, ولا cocoa solids and cocoa butter, cocoa and dark chocolate. الإجابة واضحة جدا من خلال السياق، فهمت وعرفت إن they كلمة جمع بتعود على كلمة جمع زيها، يبقى الإجابة هنا يا شباب هتكون number D, cocoa and dark chocolate، الكاكاو والشوكولا الداكنة. Okay, so number 4. To make a chocolate sweet, we can mix it with نخلطها بإيه يا شباب لما نحب نخليها محلاة؟ cocoa butter, cocoa solids, milk powder, sugar or honey. الإجابة سهلة جدا وكلنا طبعا هنجاوب الإجابة دي بسهولة، الإجابة نمبر دي sugar or honey. أوكي، علشان نحلي الشوكولا محتاجين سكر أو عسل. According to the passage, which of the following statements is not true؟ أي من هذه الجمل يا شباب غير صحيح؟ يعني إحنا عندنا ثلاث جمل صحيحة، محتاجين إن إحنا نبحث عن الجملة الخطأ الوحيدة اللي موجودة عندنا. تعالوا كده مع بعض نقرأ. Chocolate is made from cocoa beans. In the past, chocolate was used as money. Spanish explorers made chocolate sweet. Dogs and cats can eat chocolate. طبعا يا شباب الإجابة واضحة جدا، احنا قلنا بنبحث عن جملة خطأ والجملة الخطأ باينة جدا يا شباب،
ولو ركزت نص تركيز هتعرف ان الاجابه نمبر دي. ها، dogs and cats can eat chocolate، يعني الكلاب والقطط تستطيع ان تاكل الشوكولاته. هل الكلام ده مظبوط؟ What's the author's purpose in writing this text؟ ما هو غرض الكاتب وما هو هدف الكاتب من كتابة الفقرة؟ To describe how to grow a chocolate tree, to tell us about chocolate and its history, to list the types of chemicals in a chocolate, to explain how chocolate is made and sold. طبعا الإجابة واضحة، الغرض يا شباب إن هو بيسلط الضوء على إيه يا شباب؟ الفكرة كلها إن هو بيعرفنا بالشوكولا وتاريخها، يبقى الإجابة نمبر B to tell us about chocolate and its history. So كده يا شباب احنا خلصنا الفقرة الأولى وهي فقرة الاختياري. تعالوا كده مع بعض نشوف الأسئلة المقالية. Answer the following questions. طبعا احنا عندنا سؤالين، كل سؤال مقالي عليه درجتين اللي إجمالي 4 درجات. Number 7. Why were chocolate drinks popular only with the Spanish kings and queens? So الإجابة يا شباب قلنا ليه كان الملوك بس والملكات الإسبان هما اللي بس كان مسموح لهم إنهم يشربوا أو يأكلوا الشوكولاتة. طبعا الإجابة واضحة، أكيد كانت غالية، يبقى الإجابة هنا يا شباب إيه؟ They were very expensive and a symbol of wealth and power، لأنها كانت رمز للسلطة والثروة والغنى. Number 8. What are the benefits of dark chocolate؟ ما هي فوائد ومزايا الشوكولاتة الداكنة يا شباب؟ dark chocolate معروفة جدا وصحية جدا، يا ترى فوائد إيه؟ من خلال النص والقطعة إحنا عرفنا إن الإجابة موجودة بشكل مباشر. وتعالوا كده مع بعض نجاوب مع بعض. Eating small amounts of dark chocolate can lower your blood pressure, reduce stress, and stop some diseases. يعني شباب انك تاكل كميات قليله صغيره من الدارك شوكليت ممكن تنزل ضغط الدم لو كان عندك ضغط الدم مرتفع، reduce stress وكمان تقلل من التوتر، and stop some diseases وتوقف بعض الامراض. That's it. بكده شباب خلصنا 3 نماذج مهمة جدا لحل القطعة والاستيعاب، وقلنا القطعة اسمها قطعة فهم واستيعاب، لازم تفهم ما يدور من أحداث وتركز ما بين السطور، لأن أحيانا تكون الإجابة ضمنية يعني محتاجة فهم علشان تفهمها، الإجابة مش بشكل مباشر، وأحيانا تكون صريحة في سؤال، فخلي بالك علشان أنماط الأسئلة الجديدة دي تتطلب فهم واستيعاب لما يدور من أحداث في القطعة. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا يا شباب، أرجو أنكم تسمعوا الحلقة أكثر من مرة وتعرفوا زميلكم بحلقة المراجعة. نختم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.